كيف يصلوا لكم الأسر؟ هل أنتم اللي تختارونهم ولا من المشاهدين اللي يشوفون الأشد حاجة؟ عادة فاتحين الرابط المنصة يقدمون على الأسر بخانة المستفيد وتسجل بياناتها وتسجل البرنامج اللي تبغاه، هل تحتاج تمليك، تحتاج مثلا إيجار منتهي بالتمليك تسدد عفوا تسجل. في أيضا عندنا ممكن بعض العضوات يحولون لنا حالات، وأنا أجد العضوة اللي تحول لنا الحالة هذه إنسانة ذكية وفطنة، لأنها ما تعطي مباشرة، تعطي تحولها للجمعية بحيث أن الجمعية تتأكد من استحقاق عمل مؤسساتي. نعم عمل مؤسساتي في يعني في مهنية عالية، ما أعطي شخص وأنا ما أعرف هو فعلا مستحق صحيح. أو لا صحيح. فكثير عضوات يحولوننا. في أيضا يجينا تحويل من بعض الجمعيات، عندنا جمعيات إحنا بيننا وبينهم شراكات مثل جمعية إخاء، جمعية إنسان، عندنا جمعية كيان، مجموعة من الجمعيات بيننا وبينهم اتفاقيات تحولنا للحالات، وأيضا نرجع ندرسها ونمكنها من السكن. الأرقام اللي عندكم أرقام يعني فعليا تعودنا أنه القطاع الخاص ولا القطاع الحكومي هو اللي يحققها، يعني لما تقولين 1200 بيت يعني 1200 بيت تضربيها في 5 أنت تحكي على أكثر من هذا فقط في برنامج تفريج الكربة صحيح، غير البرامج الأخرى غير برنامج واحد يعني أنت تتكلمين على 6000 إنسان، فأنتم اليوم تستثمرون أعظم استثمار في الإنسانية. نبني البشر ونبني الحجر صحيح ممتاز